اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلينا نبدا اخبارنا بقى النهارده. النادي الاهلي سريعا جدا بكره ان شاء الله النادي الاهلي في او الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي هيعود للتدريبات على ملعب مختار التتش لمواجهه فريق ترجي ان شاء الله على استاد الاهلي والسلام السبت اللي جاي في لقاء العوده بالدور قبل النهائي. ربنا يسهل بقى وما يطلعوش يقولوا لنا ايه هو ليه ادالهم يومين. اليومين دول هيأثروا عليهم زي الست ايام. فاكرين الست ايام لما قالوا الست ايام وهيأثر عليهم وكذا وكذا؟ ممكن برضو يطلعوا بعد كده يقول لك ايه اليومين دول هيأثروا بالسلب على اللاعبين. ممكن نسمع كل حاجه الايام اللي جايه. طيب الخبر الثاني اللي معايا كابتن خالد جدالله مديرا فنيا لاكاديميات الكره بالنادي الاهلي. لجنه التخطيط قررت بالنادي الاهلي برئاسه الكابتن محسن صالح وبموافقه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي والمشرف العام على ملف كره القدم وبعضويه كابتن زكريا ناصف تعيين خالد جدالله مديرا فنيا لاكاديميات الكره بالنادي ومساعده لرئيس الجهاز للشؤون الفنيه. كابتن شطه هو اللي بيتولى منصب مدير اكاديميه النادي الاهلي في الوقت الحالي، وطبعا سيعاونه كابتن خالد جدالله في الفتره المقبله. الكاف يضم خماسي النادي الاهلي للتشكيل المثالي للدور قبل النهائي لدوري ابطال افريقيا، وجاء خط الدفاع في الفريق التشكيل المثالي الياس شتي الترجي وبدر بانون النادي الاهلي وإريك ماتوهو كايزر تشيفز واكرم توفيق النادي الاهلي. اما في خط الوسط حمدي فتحي اليو ديانج بلوم من كايزر تشيفز ووليد الكارتي من الوداد. الهجوم محمد شريف وسمير من كايزر تشيف. ايضا اكرم توفيق بيحصد جائزه افضل لاعب في مباراه الاهلي والترجي بتصويت الجماهير. اعلنت صفحه دوري ابطال افريقيا التابعه للاتحاد الافريقي لكره القدم حصول اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي على جائزه افضل لاعب في مباراه الاهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي بتصويت الجمهور. يستحق الحقيقه اكرم توفيق. ايضا الاهلي بيحتفل بعيد ميلاد حسين الشحات بقبله على كاس افريقيا. احتفلت الصفحه الرسميه للنادي الاهلي بعيد ميلاد كابتن حسين الشحات الذي يوافق اليوم 21 يونيو ونشرت صوره له عبر موقع تويتر وهو يقبل النسخه القديمه من بطوله افريقيا. يا رب يا مسهل. ايضا بيتو موسيماني بيطلب تقريرا عن اداء الترجي خارج ملعبه. هو ده دايما اللي احنا بنتكلم فيه، هو ده دايما اللي احنا بنقوله ان خلاص المباراه اللي فاتت عدت، كسبنا 1-0 ولكن عندنا مباراه جايه مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل فيها. هذا الرجل بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي بينظر الى المباراه القادمه ان مفيش مباريات اتلعبت، انا عايز اكسب المباراه القادمه عشان اكسبها واصعد، وهو ده التفكير اللي دايما بيدور عليه بيتسو موسيماني.